والله الحمد لله تمنا برواحنا ومنا بامكانياتنا قعدنا مركزين للاخر. اليوم الشامبيونات لعبت في الماتش الاخراني اوروزمون جاي في صالتنا الحمد لله. اليوم في ولاد الكل هبطنا مركزين تلعب سور دي بتي ديتاي يعني صغار الماتش هذا خاصه في الاخر اون ايتي سوليد في الديفونس كيف كيف ماركين الكور اللي لازمنا نماركيهم الحمد لله يا ربي تتويج بعد التعب كبير. نحب نشكر اصحابي كل ستاف كل تكنيك ستاف ادمنستراتيف على الفور الكبير هذا وان شاء الله يا ربي اليوم هذه بطوله وان شاء الله مازال الكوب ان شاء الله ربي معنا. صحيح على خاطر كيما قلت لك موازين القوى متقاربه معناها النيفو ماهوش بعيد على بعضه كيف كيف زاد فما جمعيات اخرين كيما ليتوال كيما ساقيت زيد معناها يقلقوا في كي تلعب لهم في بلادهم ينجموا معناها ذاك علاش جواب معناها مازالت لا بروف اسبيرونس خسرت في الساخيه وخسرت مع ليتوال في سوسه احنا هنا بروفيتير احنا ليتوال رجعت اكسيكو الحمد لله اليوم كيما قلت لك معناها تلعب سور دي بتي ديتاي والحمد لله شامبيونان نهدي للجمهور هذا الكل. والله الحمد لله التتويج هو سيتان ديفي اللي نحنا كجروب معناها عندنا 3 سنين نخدموا بعضنا حطينا اوبجيكتيف السنه اللي لازمنا نهزوا تيتر الحمد لله اليوم ونايتي على اوتور وفرحنا الناس كل